احنا الهدف هو التاثير على العمليه التجاريه. اليوم عندنا كتله نقديه كبيره خارج الاطر الرسميه، عندنا كتله نقديه كبيره اللي حابين يكون عندنا نظره عليها. اذا ما نقدرش اولا فقط بالنظره العقابيه او بقوانين ردعيه اللي تقدر، بقدر ما هي مبادرات من هذا النوع، اننا نحل المجال الى كل متعامل اقتصادي خاصه التجار. اليوم عندنا 2,200,000 تاجر، للاسف فقط 3514 كوميرسون اللي عندهم لو كود بايمون الكترونيك. اون فو اوغمونتي اترافير سي بلاتفورم. وراكم شفتوا اليوم في التقديم نتاع المشروع هذا ان وزاره التجاره وجمعيه اتحاد التجار والحرفيين وليزاسوسياسيون دو كونسوماتور هذوما كاع مرافقين، وانتم كصحافه مرافقين لهذه العمليه. اولا المرحله الاولى هي عمليه تحسيسيه اعلاميه، يعني باش اننا بور افوار لا ديزيون، بور افوار مشاركه الناس كامل، ومن بعد نمر الى تطبيق بعض القوانين الاخرى لكي يكون عندنا الشمول المالي ان شاء الله. الهدف هو اننا كيفاش نقدر ندمج هذه الكتله النقديه اللي هي خارج الاطر الرسميه في اطر رسميه. اولا التجار الحمد لله عندنا 1,600,000 700,000 تاجر اليوم راهم بالسجل التجاري الالكتروني راهم داخل الاطر الرسميه، لكن حابين نزيد كان عندنا اهداف اكبر من ذلك بكثير باش اننا يكون عندنا على الاقل ارضيه الكترونيه اللي تمكننا باش ان يكون كل التجار في هذه الارضيه ان شاء الله.